الجوده كاينه لا اليوم لا تصيد ديال اليوم تصيد ديال اليوم حنا كنتقداو تقريبا كل نهار كنديروا لا غيفا شاك جو ديما تقريبا كل نهار خويا اصلا ما كاينش شي حاجه ما كاينش كلشي موجود تقريبا كاين واحد لو موك بزاف ديال الحوت حيت على قبل كاين موسم ديال الاخطبوط كاين الكوطا موسم ديال الاخطبوط كيصيدوا دابا كاع البحاره كيصيدوا الاخطبوط يعني كيكون واحد النقص كبير في هذا الحوت ديال القشره الحوت هذاك الشيء علاش كيكون شويه الثمن زيد شويه كيكون الثمن زيد شويه واصلا هذه الوقيته دابا هذا هو الكونجي ديال البحاره هذاك الشيء كما كيكونوش خارجين بزاف مورا العيد مورا عيد الاضحى كيكون عندهم تقريبا واحد الشهر عندهم ديال الراحه ديال البحاره هذا هو الكونجي اللي عندهم في العام كامل في هاد الوقيته زعما ما واخا دابا واخا توجد ما كيكونش كيكون الطلب كثير واخا كيكون كيوجد دابا السرديل شويه كاين شويه الكروفيت بالنسبه للميغلون حتى هي كاينه شويه مزيان الميغلون كاينه الميغلون كتي ميغلون كاينه بالنسبه لحوت القشره هو اللي كاين واحد لومون كبير ديال حوت القشره بحال الدوغاد بحال لوبار بحال باجو رويال غالي بزاف كاين الثمنه ولينا كنحشمو نقولو الناس الثمن غالي بزاف بوج رويال من بلاصتو ب 200 درهم غير ديال 800 غرام 900 غرام ميم با كيلو دير 200 درهم من بلاصتو ما تقدرش تجيبو ما تقدرش تبيعو للمواطن 230 درهم 220 درهم بزاف كضطر ما تجيبوش قبل دابا حيت كل واحد كيمشي على 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 قد النيفو ديالو فهمتيني كل واحد كيمشي على قد حيت كاين كعارف الثمن كيمشي بنادم على قد النيفو ديالو ديال العيش ديالو على الجيب فهمتي ما يقدرش بنادم كيشد 2000 درهم في الشهر او غياخذ باج رويال ولا غياخذ فهمتي كيمشي بنادم على قد على قد على قد جيبو هذا هو اللي كاين البحاره ما كاينينش وكاين سبحان الله كاينه واحد المنزله يعني ما كاينش الحوت بزاف كاين واحد المنزله كما كنقولوا وثالث حاجه كاين الموسم ديال الكوطا هو اللي مزاد حيت دابا البحار خرج وجاب واحد كميه كبيره ديال الروطال راه 110 درهم باش كيبيعوا الكيلو 120 درهم في الجمله يعني الا جاب غير واحد طون راه خير ليه ما يجيب السردير ولا يجيب حوت اخر فهمتي يعني كلشي كيمشي يصيد الاخطبوط الفترة ديالو الموسم ديالو عطينا باش الصيد كروفيت كثر واحد ب 13 درهم 15 درهم السرديل 12 درهم على حساب كروفيت ما بين 100 120 تقريبا عادي هاد الايامات تقريبا عادي فهمتي سول ميرنا 60 درهم 60 درهم سول بوكلي فري سول 60 درهم ميغلون هي 60 درهم يعني اثمنه تقريبا شاك جو كندير لاغيفاش تقريبا كل نهار دابا المشكل اللي كاين دابا المغرب كامل كاع الحوت ديال المغرب كامل كيتحط في مدينه الدار البيضاء حوتنا حنا ديال المحمديه كيمشي تا هو كيمشي للسوق الهروين الدار البيضاء كيتباع تما فوالا يعني ديال طنجه حوت اللي فهمتي مولي بوسلهام جديده اسفي فهمتي صويره الصحراء كلشي كاع اللي كيصيد كيجيب يبيع في مدينه الدار البيضاء حيت هي اللي عندها الطلب بزاف كيكون تقنين ضروري كيكون
اطار البيع. اه انا من كنقرا تقريبا عندي شي 14 عام ولا 15 عام ديال الدومين. من كنقرا وانا كنخدم مع اخ ديالي وسائل البيع كاين ليفريزون مثلا الاليه ولات عندكم. سي نورمال حيت دابا الحياه ديفلوبات شويه، سي نورمال كتخدم دابا ولات كعرف ولا دابا الواتساب ولا كتخدم بار انترنيت بار ليفريزون. فتح الحوت ولات عندي ديك ليون كنليفري ليهم ديك ليون كنديروا لها ليفريزون. عندي بزاف ديال الكليان هكا بزاف عندي ديال الكليان اصلا كنديروا لها ليفريزون غير ولكن غير محمديه جوست محمديه غير محمديه. كيتصل بينا سيرتو دابا لي كليون عندي هاد العمليه اللي تعمل تطورات بزاف كورونا هي كانت قبل ولكن زاد تطورات بزاف بسبب كورونا. هي كانت قبل مادام ما كيساليش كتلقى الزوج خدام والزوجه هي خدامه يعني ما عندوش الوقت فين فين يجي يشري وداك الشيء كدير ليفريزون. هذا هو اللي كاين قليل وكاين الثمن طالع يعني اثمنه خياليه كاينه في السوق دابا حاليا راه ما كاينش الحوش اللي موجود هو الكروفيت والسبادون واللي موجوده في السوق والسردي حاليا دابا موجودين. اما الحوت الاخر ما كاينش مره وما عرفناش لان جات مع العيد مع العواشر حتى هذوك الباركوات دابا اكثريه دابا كيصيدوا على ازايز يعني الشباك ديال الحوت القشره هازينهم كيصيدوا دابا على ازايز على الروطال يعني والكلامر هي عاوتاني والكلامر موجوده. اما الحوت القشره ما كيدورش كاع الثمن بحال دابا تشرغوا هذا الصغيور هذا والله الا في الجمله كيبيعوا فيه ب 60 درهم واش تشرغوا ب 60 درهم شحال غنبيعوا حنا ب 100 درهم بزاف اصاحبي والله الا بزاف انت دابا شرغوا صغيور باقي وليد دير 60 درهم بالجمله والله العظيم في الايام العاديه حنا كنشريو ب 20 درهم 25 كتبيعوا ب 30 40 درهم 50 درهم يعني حتى الدرويش كياكل معاك الحوش. اما دابا راه كيجي عندك تقول له 80 درهم يعني 20 درهم راه فيها صير فيها ترونسبور فيها لاكلاص فيها خدام فيها كذا والله يحسن العون لينا ولا الوكال. حتى الوكال مسكين يعني مقهور كاين دابا كياكل شي كلحم عايشي بالحوش ما كلاش الحوت داك اللي مريض مسكين مخرج ليه الطبيب عليه الحوت يعني وكيضطر باش كيشري الحوت دارو وكتحاول كدير اثمنه زوينه مع الناس وتحاول باش ترضيهم سواء اللي عنده سواء ما عندوش وانا معروف كندير اثمنه زوينه مع الناس وكنت الله فيهم في الجوده فوالا كلشي يعيش بطبيعه الحال لان اكثر واش دابا هذاك اللي لاباس عليه غيجي عندك غادي يمشي الاسيمه ولا مرجان وكلشي غيجمع ما غايقولش بشحال غيخلص بسلامه الله يعاون. شكون كيجي عندك هذاك الدرويش اللي عارف بحق الوقت هو كيبغي يتعاون حتى هو كيبغي يعني وسط الشعب كيتسمى ولد الشعب. اما راه اللي عنده اللعاقه راه كيمشي لك الله فين يمشي ما بغاش يتوسخ هو ما خصوش يدخل المارشي فهمتيني خويا راه نيشان. الجوده ديما الجوده يعني الجوده كاينه ولا ما كانش الحوش كيخدموا الكونجلي. انا ما كنخدمش الكونجلي واخا يبقى هو ماشي الناس لان الكونجلي ما كيطوال في الثلج كيولي تسمم كاين اللي مسكين مريض ولا كاين اللي عنده ناس وشنو بغى يجيب لي احسن حاجه يجيب لي الحوش وتعطيه انت كونجلي. الكونجلي يقدر يضر لي وليداته يقدر يضره هو يقدر هو الطبيب اللي مخرج له هو الحوش باش يداوي تقدر تضره اللهم كتفادى الحاجه اللي قدر لك الكليان لان الكليان ديالي راه هو المهم متعويناتي حيت هو اللي كناكل معاه طريفة الخبز مع وليداتي حتى انا لان عايش معاه. اذا خسرتي هذا وخسرتي الاخر ما يبقاش عندك حتى واحد غيولي الناس حتى واخا تجيب الدب ويبقى تشوف فيه. اللهم تحتفظ بالناس ديالك لان بالجوده شو تبارك الله السوم شو ما شاء الله شوف الجوده ديال بصح كنعاود الدرعي حتى هو حي شو تبارك الله ما شاء الله هذا الدرعي هذا حي شو الحوش واقف ما شاء الله كاين الميرنا فريتور حتى هي الميرنا كي دايره تبارك الله شو الميرنا ما شاء الله ميرنا زوينه تعطيها الناس وياكلوها يعاودوا يجيو يصيفطوا لك الناس عاود رخيصه 60 درهم 50 درهم فريشور اللي كانت واصله 80 درهم 90 درهم عرفتي قبل مورا العواشر صاحبي راه بعتها انا 100 درهم 100 ديال الفليك شكون خارجين ثلاثه الفليك اربعه الصندوق كيطلع كيزيدوا عليه كيوصلوا حتى 1500 شحال فيه ما فيه والو
فيها 10 كيلو الحوت 12 كيلو كيوصلوا قلت لك واحد وتا اثمنه خياليه ولكن اضطر خصك تخدم واش غتوكل وليدك الحجر راه كضطر باش تخدم ديوا شي بركه باش تعيش نتايا وتكون الوقت هكا الله يفرج علينا وربي يدير الخير مرحبا وحتى الكروفيت دابا حاليا راه موجود كروفيت بوعرق كل حبه يا حبه داير 80 درهم بوعرق ما شاء الله عليه حي حي زوين عاوتاني كاين السبادا راه موجوده كاين الطون موجود انا كنقول لك اللي موجود في السوق عاوتاني السول كاين حي دابا غالي داير 1500 درهم الصندوق دابا كنبيعو ب 190 درهم والحوت القشره راه ما كاينش هو اللي ناقص حوت القشره يعني دابا حاليا ما فهمناش واش الناس مع كورونا عامين ما سافرات وعامين ما خرجتش ممكن اللي مرابطين الباركوات ديالهم كاين اللي ما شافش والدي عامين كاين ما شافش والدي ثلاث سنين كتلقى البحريه ما مجموعينش باش تلقى مول الباركو ما كراش الفلوس باغي يخرج الباركو ديالو ولكن البحريه ما كاينينش كتلقى مسافرين لان كتلقى راه توحش والدي راه كاين اللي مسكين ولادو ما شافهمش ثلاث سنين اربع سنين في الظرف ديال الكوفيد هذا يعني كتلقاه بقى هنا متكمج ما خرج ما درج ما عندوش حتى درهم خدموا هاد الايام يطلق لينا سيدنا الله ينصرو طلق لينا هاد الحجر الصحي بنادم خرج للبحر خرج للبحر جمعوا شويه الفلوس راه مشى عند وليداته كاين اللي عنده شغالو كاين اللي عنده دابا حاليا البحريه قلال ما كاينينش دابا هنا في المرسى راه كيبغيو البحريه كيوحلوا فيهم فلوك بحال باركو يخرج فيه 12 واحد ولا 20 واحد كيخرجوا 6 8 ما قادينش هادي يشد الفلفل اش غايشد هذا الشباك هذا غايشد الحبال اش غايشد هذا الصنار فهمتي وان شاء الله دابا تحيد هذه الازمه هذه وتحيد هذا الوقت هذا وغادي يدور الوقت وغادي تحرك الوقت ان شاء الله تحيد اي غاتحيد ان شاء الله وغادي الوقت كل شيء الحوش غادي الخاص وغتوجد غيبقى ذكريات هذا اللي كاين الحمد لله مرحبا مرحبا سيجو عندي المحمديه دار البحار راه معروف حميد راه كنبيع الطون سبادا معروف بحوت الكبير انا مسمين عليا الملك القرده يعني كنجيب الطون ديال 300 كيلو سبادا ديال 400 كيلو وكنقول لنا جيو عند حميد راني كنتهلا لا في الجوده ولا في الثمن واللي عندك تاكل ما عندكش تاكل والله العظيم لا كندوي معاك بجديه عندك تاكل الحوت ما عندكش تاكل الحوت جي قول لي في الجوع تاكل الحوت ما عنديش مشكل والله العظيم والف مرحبا بكم عند حميد اي نعم اسيدي عمري 61 عام 42 عام وانا في هذه الحرفه 42 عام وانا في هذه الحرفه ما مرتفع والو بالنسبه لنا حنا ماشي حنا اللي كنديروا الثمن الثمن كيكون من بلاصتو ملي كنمشي حنا نشريو الحوت كنزيدو 100 ريال 1000 فرانك صافي هذا هو الجهد ديالنا باش حنا اللي كنديروا داكشي ماشي حنا الناس اللي كنشريو من عندهم الحوت والحوت كيتحط في الدلاله كل واحد كيزيد هذا كيزيد درهم الاخر كيزيد درهم كيبقى حتى كيوصل لذاك الثمن ملي كنجيبو حنا كنحطو في السوق كنزيدو 100 ريال كاع اللي ما صاب جهد كيزيد 1000 فرانك هذا هو الجهد اش من اسمينا باغي تعرفوا بحالاش غير بالنسبه لهذا الوقت ديال دابا حيت دابا تلاقات مع الموسم ديال عيد الاضحى ومن سال عيد الاضحى دابا دوك البحريه كيبقاو كيعيدوا في المنازل ديالهم ملي كيعيدوا في ديورهم باقي ما جاوش ملي كيجيو عاد كيكون داك الشيء كثير كيبغيو حتى هما يرتاحوا كاي واحد كياخذ كونجي ديالو حتى هما البحريه مساكن كيرتاحوا هذا هو المشكل اللي خلي البحريه ما كيخرجوش بزاف كيولي الحوت قليل شي شويه هي فاش كيتزاد في الثمن كتكون زايده حيت كيكون قليل هادشي اللي واحد الفترة هذه موجود فيها الميرنا موجود فيها كالامار موجود الكروفيت موجود باجو بحال هذا ها هو يلاه جا النهر دابا شفتي كي داير وكاين سان بيير حتى هو ها هو يلاه جا حنا مع الوقت الحاجة اللي كتكون موجودة كنمشيو نجيبوها ما كاين والو ما كنجيبو والو الحاجه اللي ناقصه ومطلوبه هي بحال مثلا الميرنا بنادم مولف ياكل الميرنا ب 40 درهم 50 درهم هذا هو لا غلات على المواطن الميرنا ب 50 درهم ودابا ولات غاليه 60 درهم 70 درهم واحد الايام راه كانت دايره 90 درهم لما فراسك في ديك الخمس ايام اللي مورا العيد الكبير والله الا تباعت ب 100 درهم وب 90 درهم السبب هو انها قليله من قليله دابا ها هو دابا في هذا الاسبوع غادي يبدا يوجد داك الشيء وغادي يبدا الاثمنه غادي تطيح ما غاداش تبقى هذه الغلاد واللي جا عندنا هنا لهذا سميتو لهذا المارشي مرحبا به اي واحد جا لعندنا مرحبا به اثمنه مزيانه ومعامله مزيانه والجوده اهم شيء هو الجوده الجوده هي اهم شيء وخا تكون زايده على 5 درهم وتاخذ الجوده ماشي مشكله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.